السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم مشاهدين ديالي. ايوا اليوم غادي نقدم معكم واحد الحلوه سهله. ايوا بقاو معانا. درت هنايا شويه ديال الملحه، ندير السنيده، سكر الخشن، كاس ديال السنيده، كاس ديال الزيت، عندي هنايا البيض، غادي ندير جوج بيضات وبيض البيض، هاد الصفر غادي نخليه باش نزين بيه الحلوة ديالنا. ندير جوج شاصيات ديال فاني، ونخلط بسم الله بسم الله توكلنا على الله ونعمة رسول الله. ايوا نتوما غادي نخلط ونتلاقاو باش نديرو الطحين والخمارة. بعد ما خلطت الخليط ديالي غادي نزيد الدقيق، غادي نزيد الخمارات، ندير جوج خمارات، وندير ندير العبار، جوج معالق، جوج معالق اللي كندير انا في هذه ديال العبار، واللي عنده اللي ما عندوش يدير جوج صاصيات، جوج خمارات. صافي ونخلطو. ها هي العجينه بعد ما ساليتها في سميتو كتكون هكا، ما تكونش جاريه بزاف، ما تكونش قاصحه باش كتجي تجينا الحلوه زوينه. وبقاو معنا باش نجيب الطاوان نقادها. هاني درت هنا داك الصفر ديال البيض، درت له شويه ديال الكاكاو، ندير واحد شويه ديال الخل، كثيره ديال الخل، صافي نخلطو باش نزين بها الوجه ديال الحلوه ديالنا. ايوا نتوما بقاو معايا باش تشوفوا الشكل اللي غادي ندير. ايوا نتوما بعد ما جمعنا العجينه حنا كمان كوروها هكا، يا سهلة سهلة التحضير. صافي ونغطيو عليها واحد شوية ونحطو في الطاوة يدخل الفرن. صافي بقاو معايا حتى نسالي باش نغادي ندير نعب هاد البيض و الكاكاو باش ندخلها الفرن. ونتوما بعد ما ساليت غادي ندهنهم بهاد الخليط ديالنا. هكايا ونقدم نزوقهم الفرشيطة.
هاني كنزوق هكايا بفرشيطه، وما هذا الزوق على اختيار كل واحد شنو. هذا غادي ندلكو هكايا ونديرو بالقطاع، نغيرو شوية عجينة وحدة ونخرجو فيها جوج شكيلات تاع ثلاثة. دايرة هاد القطاعة ديال الأوفال، هانتوما كي كيجي الشكل. هانتوما المهم المشاهدين ديالي، الحلوة ديالي بعد المطار تاني درت هاد الكمية هدا فهاد الشكل. وهذا غادي ندير له الكوك مع الكونفيتير. هانتوما نزوقها هكايا، نخلص لها الكونفيتير. وانتوما تشوفوا هكا غندير لها، ما غاديش ندير لها الكونفيتير كلها، غير هكا الوجه ديالها صافي. هانتوما بقاو معايا حتى نسالي ونوريكم الشكل النهائي. زوين. المهم المشاهدين، الحلوة ديالنا ها هي، هذه هي الكمية اللي درت في دوك المقادير. تبارك الله كمية كثيرة. إيوا كنتمنى تجربوها وتعجبكم، الله يعاونكم وشكرا لكم. إلا عجبكم الفيديو ديروا لايك واشتركوا في القناة ديالي، والله يعاونكم حتى فيديو جديد إن شاء الله. الله يعاونكم.